وما زلنا في هذه الليلة الجميلة، وكما قالت فيفي عبده ليلة تاريخية، فيفي عبده نجوى فؤاد تحية كاريوكا في ليلة واحدة. احنا بنقول ضربتين في الراس توجع. ده انا لولا فيفي ما كنت انزل من بيتنا. لو جالي مين لولا مدام فيفي؟ يعني احنا ما لو جينا لك ما تجيب ما ترديش. على عيني وراسي انا اكلمك بقى بالصراحة ولا لا؟ بالصراحة بالصراحة. انا فيفي قالت لي عشان خاطري يا ماما، وانا بحبها بنتي فعلا. يعني لو عندي بنت ما بحبهاش اكتر منها. علاقتك بيها بترجع لقد ايه مدام تحاني؟ علاقتي بيها اول ما شفتها كان يمكن عندها مش اكتر من 16 سنه. 16 سنه وكانت بتشتغل في محل جوزها. اللي اتجوزته يعني. اللي اتجوزتيه امال يعني. فشفتها بترقص. ايوه. وكانت معايا الله يرحمها مها صبري وجوزها. قلت لهم اسمها ايه؟ قالوا لي فيفي. قلت لهم فيفي ايه؟ قالوا لي فيفي عبد. قلت لهم من هنا 10 سنين هتشوفوا البنت دي حياتها. ونادت لها قلت لها بطلي الكباريهات دي القرف ده. عايزه تشتغلي؟ واسمك يلمع اشتغلي في محل ما فيهوش الكحول خالص. وفعلا عملت كده. واتقابلنا بعد كده احبها جدا. يعني يقولوا لي بتشتغل فين او في فرح اروح عشان اشوفها. ويمكن ما فيش صداقه ولا حب قد اللي انا بحبه لفيفي. مش عشان كده انا عطمت صريحه ايه. انت بحبك ب 2 كيلو وهي بحبها ب 100 كيلو. 10 كيلو. ف ليه الرقاصه؟ يمكن قبلينا كان في رقصات مش مظبوطين. يمكن لان انا ما قالوا لي يقولوا لي ايه انت من اول ما جيتي الرقص عملتي له قلبتيه. ايوه. انا ما قلبتوش ابدا. هو الواحد يحترم نفسه. وما دام بتحترمي نفسك غصب عن اللي قدامك لازم يحترمك. بس مدام تحيه حضرتك ومدام نجوى ومدام فيفي اديتوا دور الراقصه، يعني انتوا بنفسكم ساهمتوا في الافلام ان انتوا اديتونا شخصيه الراقصه اللي هي شخصيه شديده السوء وانسانه ما عندهاش ضمير وانسانه. انا ما عملتش ولا دور من الراقصه انها ما عندهاش. يعني شباب امراه كانت راقصه؟ لا شباب امراه ده سنة احنا بنتكلم في السينما حضرتك كممثله كبير اوسكار. البيت الكبير لافت الراجل من مراته ولا كانت رقاصه ولا تعرف ترقص.